بالنسبة إلى هذا اللقيط، لو اعتدي عليه فديته لمن؟ ديته لبيت مال المسلمين، لأنه لا قرابة له، لأنه لا يعرف له قرابة إلا إن تزوج، فكان له أبناء فأبناؤه يأخذون هذه الدية. كذلك لو أنه تزوج وكان له مال، فماله لمن؟ للورثة، لأبنائه وبناته. لكن تصور لو أنه لم يتزوج فقتل، فديته لمن؟ أو كان له مال فمات، فماله لمن؟ المشهور مذهب الإمام أحمد يقول يكون لبيت مال المسلمين لأنه لا وارث له. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن ديته وإرثه لواجده. قال رحمه الله: لأن ذهاب هذا المال إلى بيت مال المسلمين سيكون لجميع المسلمين ويتفرق بينهم، وهذا الواجد من بين المسلمين، فاستئثاره به أولى من غيره. وأيضا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد وأبي داود وغيرهما: تحوز المرأة 3 مواريث، لقيطها وعتيقها والتي لاعنت عليه. لكن هذا الحديث في خلاف بين أهل العلم في صحته من عدم صحته، ومن بين من في إسناده عمر التغلبي، عمر بن رؤبة التغلبي، تكل ما فيه، وذلك ضعفه الألباني رحمه الله. لكن في كتاب جميل اسمه تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، التحقيق أصلا لابن الجوزي، يجمع فيه أحاديث الأحكام وخصوصا ما يتعلق بمذهب الحنابلة. ابن عبد الهادي أتى وبين هذه الأحاديث وزاد فيها زيادات طيبة، اسمه تنقيح التحقيق، ولذلك قال له: شواهد تقويه والقياس يؤيده. وذكر فيما ذكر جملة من النصوص التي تدل على ثبوته، فلعله ما استدل به شيخ الإسلام رحمه الله بناء على أن له شواهد. فإذا قول شيخ الإسلام قول قوي، من أن الواجد بدلة النص الصريح أنه أن الإرث والدية تكون لواجده لوجود النص.